مساء الخير. نعم، كما تقول، جبهة الضفة الغربية هي من الجبهات المهمة والمهمة جدا، وهي ما يعني هذه جبهة ساخنة طيلة الوقت على فكرة، من تقريبا 3 سنوات ساخنة تماما، وظهر فيها وانتشر وتطورت حتى ظهرت الظاهرة المسلحة التي وجدت صدى واسع ومهم، وتم تلقيها بشكل كبير، وتم حمايتها ايضا من المجتمع، واثبتت انها حاضره وانها قادره على التاثير وقادره على الفعل ايضا، واهم ما فيها انها تتطور، يعني بمعنى انها تطور ما يمكن تسميته بنى تحتيه بدائيه، ولكنها تتطور، وراينا مثل ذلك في غزه وكيف تطورت. على كل، منذ 7 من تشرين حتى اليوم هناك يعني سقط حوالي 61 شهيد او 62 شهيد في اشتباكات مع المحتل الاسرائيلي، ووصلت الامور الى انه شباب يعني تهاجم المستوطنات، وحتى استعاروا نفس المصطلحات في غزه، انه مستوطنات غلاف جنين، بيستعيدوا نفس التجربه وبيطوروها وبيحاولوا انه يثبتوا الواقع تماما. الاسرائيلي من جهه اخرى هو يعرف ذلك، يعرف جبهه الضفه انها ساخنه وقد تتدحرج الى ما هو ابعد، وهذا محتمل جدا. عمدت الى ما يلي، عمدت الى اغلاق المحافظات من خلال بوابات، سواتر حديديه، مكعبات اسمنتيه، حواجز، نشرت آلاف الجنود في الضفة الغربية المحتلة، هناك حوالي أكثر من 600 إلى 700 حاجز عمليا، وكأنها تنفذ ما كانت قالت من قبل حول خطة الحسم، بمعنى حشر الفلسطينيين في كانتونات ومصادرة 62% من الضفة الغربية المحتلة اللي هي مساحة مناطق جيم، وكأنه هي عملية تتعجل الأمور وربما تتعجل ما يحدث في قطاع غزة. لذلك باختصار، في الضفة الغربية المحتلة الكل منتبه، وإسرائيل تستعد وتخلق وقائع على الأرض، وأيضا المواطنون في الضفة الغربية المحتلة لا يمكن لهم ولا في أي لحظة من اللحظات أن ينسوا أنهم جزء أصيل، جزء أساسي من هذه الجبهات المفتوحة، وكل جبهة تقدم ما تستطيع بالطرق التي تستطيع، بالأحجام التي تستطيع، بما تستطيع أيضا.